شلون يا ابوي؟ وش اللي قاعد يصير بالديرة؟ انا بحلم ولا بعلم؟ شلون يدخلون علينا وياخذون الولد ويطلعون؟ ليش ما عطيتنا امر يا ابوي ان ناخذ الاسلحه ونهاجمهم؟ وانت يا عناد وين اهل الديره؟ وين الحرس؟ كيف يدخلون ديره شداد الهداد وياخذون الولد ويطلعون؟ انا ما ادري ما ادري انا بحلم ولا بعلم، احد يقول لي. لا تخاف يا ولدي، حنا ما راح نتركهم، وتبي تشوف.